خزيمة بن ثابت في يوم من الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مر أعرابي رجل يبيع فرسا له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكم تبيعها؟ قال: بكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريت؟ قال: نعم. طبعا بالكلام، والبيع يتم بالكلام، لأن البيع والشراء قبول وإيجاب. فقال: اشتريت. وقبل أن يعطيه الثمن جاءه رجل فأعطاه فيها ثمنا أعلى بعد ما انصرف من النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى العربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تريد أن تشتري أو لا تريد؟ لأن جاء السعر زيادة. فقال له النبي: قد اشتريت، خلصنا. قال: لا، ما اشتريت. قال: بلى اشتريت. قال: من يشهد لك؟ من يقول انك اشتريت؟ من يشهد لك؟ فخزيمة الثابت كان جالسا، قال: انا اشهد. فالتفت اليه النبي قال: تشهد بماذا؟ قال: اشهد انك صادق وانه كاذب. هو ما حضر البيعه، البيع والشراء ما حضره، لكن اشهد انك انت صادق واشهد ان هذا كذاب. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة وجعل شهادته بشهادة رجل. هو طبعا كل واحد فينا لو حضر هذا المجلس وقيل له: ها، تقبل شهادة الرسول يقول بعت أو اشتريت؟ هذا يقول: لا. من تصدق؟ من تصدقون؟ نعم. وفي صحابة آخرون غير خزيمة كانوا موجودين يعني مع خزيمة، لكن قضية يقول أهل العلم قضية فطنة. كيف فطن خزيمة إلى هذا الأمر وقال هذه الكلمة؟ ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته. ولا لو أي واحد من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها، إيش رأيك، أنا ولا هو؟ كلهم سيقول أنت يا رسول الله. لكن خزيمة هو الذي بادر، قال: أنا أشهد. قال: تشهد بماذا؟ قال: أشهد أنك صادق وأنه كاذب. فأثنى عليه النبي بهذا وجعل شهادة الشهادة احتاجوا إليها هنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. احتاجوا لهذه الصفة أو هذه الميزة التي جعلها النبي لخزيمة بأن شهادة شهادة رجلين، فوضعوا هذه الآية في هذا المكان بشهادة خزيمة وحده رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانوا يحفظونها لكن يريدون شخصا حضرها عند النبي صلى الله عليه وآله. وهذا من دقتهم في جمع كتاب الله تبارك وتعالى. وظل هذا المصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد وفاة أبي بكر انتقل إلى عمر، أخذه عمر، ثم بعد وفاة عمر أخذته حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنها، وظل عندها حتى جاء الجمع الثاني في عهد عثمان ابن عفان عندما جاءه حذيفة بن اليمان وقال: أدرك أمة محمد. فكان الجمع الثاني للقرآن في عهد عثمان رضي الله، فأخذه من حفصة، ثم هذا الذي ترونه اليوم. وإذا يسمى بالمصحف العثماني، يسمى هذا المصحف بالمصحف العثماني.